السلام عليكم. هحل معاكم كام سؤال من أسئلة المعاصر الجديدة اللي هي كتاب الامتحانات اللي نازل جديد على تشابتر 3. يعني احنا كنا ماشيين تباعا كده في تشابتر 3، دلوقتي هحل معاكم كام سؤال على تشابتر 3. اوكي، أتوكل على الله كده. أول حاجة، The opposite figure shows the relation between the electric current intensity I and the time t in an induction coil. Which of the following figures represents the relation between the induced EMF in the coil and the time? كويس، تعالوا لي. إيه اللي حصل هنا في التايم؟ سوري، as the time increases الكرنت ثابت. طالما الكرنت ثابت يبقى الانديوسد اي ام اف، مفيش انديوسد اي ام اف في الحته دي، يبقى دي ما عندهاش انديوسد اي ام اف، والحته دي اللي هي دي اي التايم بيعدي والكرنت ثابت، مفيش تشينج في الكرنت، مفيش تشينج في الفلكس، يبقى مفيش انديوسد اي ام اف. يبقى لا انا عندي انديوسد اي ام اف فروم اي تو بي ورا فروم دي تو اي. شكرا. ومفيش اختلاف، الاربع رسومات نفس القصه. طيب تعالوا بقى، فروم بي تو سي الكرنت بيقل، فنتيجه الالالان الكرنت كان بقيمه ونازل لصفر، فنتيجه الالالان الكرنت فهيحصل ايه؟ فورورد اي ام اف. طيب وفروم سي تو دي الكرنت بيزيد، ونتيجه لزياده الكرنت هيحصل باكورد انديوسد اي ام اف. وخلي بالكم بقى، طيب يبقى انا عايز فورورد وباكورد، يبقى انا عايز الانديوسد ام اف تظهر في اتجاهين مختلفين. طيب ام نتيجه لان هما في اتجاهين مختلفين يبقى يا سي يا دي. كويس، نيجي بقى هنا، هل تعلم ان الانديوسد اي ام اف اللي بتنشا مومنتيرلي لحظيه، يبقى لما الكرنت هيتهبد من فاليو ينزل لزيرو فهتنشا انديوسد اي ام اف كيك هتحصل في الجالفانوميتر ان سيرتن دايركشن. اوكي، واي لما الكرنت يحصل له انكريز فيحصل كيك ان اوبوزيت دايركشن، فيبقى اذا انما مش هيفضل الكرنت عمال او الانديوز دي ما في شغاله شغاله شغاله، الانديوز دي ما في اللي بتحصل لحظيه. وبناء عليه كويستشن نمبر 1 سي. Next. دلوقتي the opposite figure shows two cylindrical conductors اللي هو الكوندكتور ده والكوندكتور ده of negligible internal resistance او resistance where the length of each 20 centimeter. If they are moving in a metallic track of neglected resistance with a constant velocity 5 meters per second perpendicular to uniform magnetic field of flux density 0.4 tesla, then the induced current intensity passing through the two arms. طيب تعالوا حته حته، هنا ده هينشا فيه induced EMF بتساوي BLV، الماجنتيك فلكس دنسيتي 0.4، لينس الواير 20 سنتي والفيلوسيتي 5، دي تايمز دي تطلع ب 1 فالانديوسد ام اف تطلع 0.4 فولت. طيب خلي بالكم بقى، لو جينا طبقنا فليمنج رايت هاند رول هنلاقي ان الانديوسد ام اف دي هتمرر كرنت الاتجاه ده. كويس، طب وتعالى الثاني، الرد الثاني هينشا فيه كرنت في الاتجاه ده، عايز تقول ايه؟ يبقى في الانديوز دي ام اف الثانيه هتساوي 0.4 فولت، والاثنين بيجروا مع ورا بعض يبقى الاي توتال بتساوي 0.8 فولت. شكرا، عشان اجيب الكرنت اللي ماشي في السيركت يبقى هيساوي في على ار، الفي توتال على ار، الفي توتال 0.8 والار بتساوي ها 2 اومز، فيطلع الكرنت بيساوي 0.4 امبيرز، فيطلع الكرنت بيساوي 0.4 امبيرز. اوكي، اللي هي تبقى الاجابه دي، ليتر دي. نيكست، the effective value of alternative current that is generated in dynamo can be increased by each of the following except increasing the speed. ده هيزود الماجنتيك فيلد، هيزود الانديوز، increasing number of turns يزودها،
Replacing the two metallic rings by cylindrical. آه ده احنا لسه قايلينها في الأسئلة اللي كنا بنحلها إن الـ effective value produced from AC generator equal الـ effective value of full wave rectified current. يبقى إذن لو أنا عملت replacing للـ two metallic rings بكوميوتيتور فيبقى عندي full wave rectified current. إيه اللي هيحصل؟ فالإفكتيف فاليو هنا بتساوي الإفكتيف فاليو هنا يبقى الإفكتيف فاليو of alternative current خلاص equals الإفكتيف فاليو of full wave rectified current وبناء عليه يبقى هو بيقول لي إيه؟ من اللي جاي هيؤدي إلى كان increased except يبقى كله هيؤدي إلى increased except يبقى الإكسبشن هيبقى letter C cylindrical نسيت اقول لكم ان نمبر 2 انا ما حلتهاش لان 2 اتحلت مع اسئله الترانسفورمر مع اسئله الترانسفورمر في الفيديو بتاع الترانسفورمر a cylindrical solenoid of length 20 سنتيمتر has 200 turns of cross sectional area 50 سنتيمتر سكوير the solenoid was carrying an electric current intensity 2 ampere If the current vanishes within 0.1 second, the average induced electromotive force. طيب هو دلوقتي أنا عشان أجيب الـ induced فبتساوي negative N delta phi over delta T أو اللي بتساوي negative L delta I over delta T. الـ change في الـ current واضح قدامي والتايم ناقص الـ L. أرجع بقى الـ L بتساوي مين؟ مان. Squared over length of solenoid. فيبقى 4 by 10 to the power of negative 7. الarea 50 times 10 to the power of negative 4. Number 200 squared over length of solenoid 0.2. فيديني السلف اندكتنس ال L هتساوي كام؟ 1.2. 5 6 times 10 to the power of negative 3 هنري اعمل substitution ادي ال L والدلتا I على دلتا T اللي هو التشنج في الكرنت ب 2 وتايم 0.1 يبقى بصوا كده لو احنا قلنا هيبقى 1.256 times 10 to the power of negative 3 multiplied by change في الكرنت ب 2 على التايم ب 0.1 هيديني ان الانديوز دي ماف بتساوي 0.025 فولت عشان الاقي الاختيار لو ضربت هنا ده في 100 فيبقى 2.5 تايمز 10 تو ذا باور اوف نيجاتيف 2 فولت عشان يبقى الاختيار بتاع نمبر 5 الاختيار نمبر 5 2.5 تايمز 10 تو ذا باور اوف نيجاتيف 2 فولت فيبقى الاختيار ليتر بي اوكي دلوقتي مع بعض عايزين نشوف الاكزامبل الجديد اوكي ونشوف ايه الاخبار برضو فكره كان تم تداولها مع بعض ولكن انتوا بشطارتكم هنفتكرها اوكي دلوقتي طبعا فاكرين لو انا معايا سلندر بالشكل ده والنورث بول نازل فالوش ده يقول له حياة مامي ما انت داخل فيعمل له نورث فوق نورث وتحت ساوث كويس وهو خارج بقى تعالوا فالماجنت اهو ده ساوث وده النورث خلاص بيخرج من البطن فالساوث بيبعد عن الوش التحتاني فالوش التحتاني يقول له حياة مامي ما انت باعد فيمسك فيه تحت بنورث وفوق يبقى ساوث كويس اهو قوم هنا بقى السؤال بيقول لي ايه؟ السؤال الجميل بيقول لي ان النورث بول داخل في الرينج فلما وهو داخل من الرينج فالوش الفوقاني هيبقى نورث بول يبقى انتي كلوك وايز دايركشن ذن ان كلوك وايز دايركشن طب والذن دي جت امتى؟ لما الماجنت يخرج من اللوب من تحت فهيتكون تحت نورث بول ات ذا بوتوم وفوق هيبقى ساوث بول واذا كان ساوث بول يبقى ماشي كلوك وايز يبقى الاول فوق هيبقى نورث يبقى انتي كلوك وايز وهو خارج هيبقى ساوث يبقى فوق كلوك وايز يبقى الاجابه لتر دي
Question 7. In the shown electric circuit, at the moment of opening the switch K, اللي هو ده. يعني هو اصلا closed فكان في current ماشي والcurrent كان بينمو وجوه. اوكي واللمبة منورة اهلا وسهلا. Once you switch off, اللي هيحصل ام الباتري دي ام الكويل ده هي behaves as a battery. خلي بالك ان اللمبة دلوقتي مش هيوصل لها كهرباء من البطارية لانك انت عملت switch off. امال الكويل ده ذات نفسه هو اللي هيصبح بطارية وهو اللي هيمرر current. كويس يبقى اذا لما يجي يمرر current فايه اللي يحصل لليومينيسيتي اوف ذا لامب؟ فالنيوم luminosity of the lamp increases instantly then vanish. لحظيا اللمبة هتنور لحظيا. اوكي وبعدين خلاص خلصت. انهي لحظة؟ لحظة اللي switch off. اوكي وبعدين ناخد الاكزامبل اللي جاي. If the induced EM electromotive force in the coil of an AC dynamo 100 turns is given by the relation LMF equals 100 by sine 100 by T. Then the maximum value of magnetic flux passes through each turn in the coil. طيب بصوا لي كده. الأول عايز أقول لكم حاجة ملهاش علاقة بحل السؤال ده ولكن بيفكرني بإني أقول إيه. أنا أعرف إن الـ E instantaneous بتساوي E max sine ثيتا اللي هي أوميجا T. طب هنا الـ EMF اللي هي الـ instantaneous بتساوي عشان تبقى واخد بالك 100 باي يبقى دي الـ E max sin الأوميجا هنا هتبقى 100 باي والتي أهي. فلما أعمل similarity ألاقي بالسيميلاريتي اللي حصل. أوكي ألاقي بالسيميلاريتي إن الـ E max 100 باي والأوميجا 100 باي. كويس مثلا لو قلنا الاوميجا اللي بتساوي 2 باي نيو يبقى 100 باي بتساوي 2 باي نيو. اطير الباي مع الباي اقدر اعرف ان الفريكونسي ب 50 هرتز وان كنت مش هستخدمها ولكن انا حابب افكركم بيها. كويس هو عايز الماجنتيك فلكس الماكسيمم. اقول له طب بص يا باشا الاي ماكس بتساوي كام؟ ن ب. كويس يلا شكرا. ال A times B ده مين؟ ده الفاي اللي هو أكبر magnetic flux. أصبحت الإيكويشن بالشكل ده. هو عايز الفاي فيبقى بتساوي E max over N omega. ال E max بكام؟ 100 باي ال number of turns ب 100 والأوميجا 100 باي. شكرا. فيبقى انا اقدر اعمل ريدكشن ال 100 باي مع ال 100 باي فاصبحت الفاي بتساوي 1 over 100 اللي هي 0.01 ويبر اللي هي 10 to the power of negative 2 10 to the power of negative 2 اوكي ويبر 1 على 100 او 0.001 اوكي 0.01. تعالوا لي هنا في الاكزامبل ده. Straight wire of length 25 centimeter moves perpendicular in a uniform magnetic field of flux. And the opposite graph represents the relation between the magnitude of induced EMF in the wire and the velocity. Okay. يبقى أنا معايا wire بيتحرك جوه magnetic field يبقى الـ epsilon بتساوي PLV اللي هي الـ absolute value. كويس. هنا الـ slope epsilon over V هيديني BL وده الـ slope. السلوب اللي هنا 0.015 over 0.2 اهو السلوب اهو قدامك y over x بتساوي الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي بدور عليها لينث الواير 0.25 فتطلع ال b بتساوي 0.015 divided by 0.2 times 0.25 فيطلع لي قيمة الماجنتيك فلوكس دنسيتي equals 0.3 تسلا. اوكي نكست.
السؤال ده جميل. When a metallic conductor is used, sorry, metallic commutator is used instead of two slip rings in AC dynamo, then, بص بقى اللي انت حضرتك تقدر تجاوبها وانت واثق من نفسك تماما ان الكرنت passing in the external circuit هيبقى يوني دايركشنال كرنت. دي انت واثق من نفسك تماما ودي اللي انت تعرفها تماما واللي دايما كنا بنتحدث عليها، شكل الكرنت اللي طالع هيبقى يوني دايركشنال لان الكوميوتيتور انا بحصل عليها to rectify current والrectification معناها ان احصل على current in only one direction. كويس. لكن جوه هنا بقى ده السؤال الحلو اللي انت بتفكر فيه. The generated current in the dynamo coil جوه الكويل الجنريتد هيحصل ايه؟ لا هيبقى alternative current. الكوميوتيتور دي الوحدة روح راجع كده الرسمة وتخيل الرسمة هتلاقي ان الكرنت جوه كل سايد بيحصل له ايه على حدة بيحصل له تشينج في الدايركشن فروح راجع فتلاقي ان الكرنت جوه الكويل هيبقى alternative current لكن بره بقى uni-directional pulsating current. اوكي ده الاكزامبل نمبر 10 في أسئلة المعاصر. اوكي الاكزامبل نمبر 11 في اسئله المعاصر احنا حليناه في اسئله الترانسفورمر وبكده يبقى دي اول 11 سؤال كده في السريع وشدوا حيلكم يلا.